اللي هم هذا رجل عنده جاخور، والجاخور هذا حوش غنم يسمونه، وحاط فيه عامل وحاط فيه غرفة وحاط فيه غنم، أما يربطها العيد الأضحى ولا يربطها المناسبات وعزائم. وجاي للجاخور جنب منطقة سكنية بينهم شارع مثل ما تقول شارع 30 أو 60 يفصل المنطقة هذه على المنطقة السكنية. يقول أنا مربي لي خرفان ما هنزينهم وجاهزة للبيع وأسعارها تعرفون. شريت من العامل على أذان المغرب، صليت معه ومشيت. يقول يوم خدت الساعة 1 في الليل والعامل يدق علي، بابا بابا، قلت نعم. قال حرامي حرامي. شلون حرامي؟ قال هذا حرامي موجود. يقول انا على طول بيني وبين الجاخور هذا حدود 10 كيلو واركب سيارتي واجي. يقول يوم جيت ولها كلونيت وموقف وفي 3 أو 4 والله انا ما ادري كم العدد، بس انه مليان من الغنم الطيبه منقاه محطوطه في الونيت والباب مفتوح، السياره طافيه. والعامل قلت شو القصه؟ قال انا قمت ولا فيه واحد يحمل الغنم في الونيت، وتهاوشت انا وياه ورحت للدركسون وخدت المفتاح ورميته بقوى يدي في البر، وراح يدوره ما لقاه وورط ونحاش، قطع الشارع ونحاش ولا ادري عنه. وش اسوي؟ قلت خلي الغنم في السياره وخلي السياره على وضعها وانا بروح ابلغ الشرطه. يقول واركب سيارتي جنبنا مخفر شرطه، يقول اقطع الشارع 30 واروح للمخفر واجيهم. قلت انا عندي بلاغ عن سرقه. قال وين فيه السرقه؟ قالوا، قلت في المكان الفلاني بيني وبين حوالي 500 متر. قالوا لا، انت تابع للمخفر الفلاني، المخفر هذا بعيد مره، اثر حنا جايين الشارع هذا يقسمنا بين منطقتين. يقول واركب ثاني مره واقطع الشارع هذا واروح لين وصلت المخفر هذا واقدم بلاغ، وياخذون معلومات السياره معي رقمها والسياره والغنم والكلام. قالوا خلاص تجيك دوريه. واركب. يقول يوم جيت والقى الدوريه والقى رجاجيل 2 والهندي العامل يشتر على الولد، قال هذا اللي سرق، هذا الحرامي، هذا الحرامي. وش سوى الولد؟ الولد يوم شاف السياره وفيها الغنم والمفتاح مو معه انحاش وراح لابوه. قال ابوك، ابوه ايش فيك يا ولدي؟ قال والله انا رحت باخذ لي غنم وهذا ما صار. علم ابوه القصه، وترى حنا الله يعين يا ابوي السياره. قم ابوه راح المخفر الشرطه اللي جنب بيتهم اللي راح له الاول، وقال انا سيارتي سرقت من بيتي وموجوده عند راعي غنم قاعد يشتغل عليه ويحمل فيها غنم. واضح؟ هذا يقولون المفتري. انا اسمع بالمفتري واسمع هالكلمه، لكن توني اشوفه في هالقصه هذه. الشرطه على طول لانه جنب البيت والحوش جنبهم ارسلوا فرقه على طول معه. يوم جو يمسكون الهندي ويكلبشونه. والسيارة فيها الغنم والعامل عنده السيارة، يعني ثبتوا الموضوع. هذه الشكوى جت قبل الشكوى ذيك. يقول يوم جيت قلت لا، هذا سارق الغنم والعامل قط المفتاح. يقول ولا والله صرت أنا يا الطالب صرت إيش؟ مطلوب يا رجال. ما أدري إيش قالوا، هم يتلوني أنا والعامل حقي يودوني للسجن وتصير تحقيق في هالسجن. حالتنا حالة. متى اخذت السياره؟ قال ابن حلال ما جيتها. قال السياره عندكم حمل فيها غنم، ما هو في حرامي بيخلي السياره ويحط فيها غنم. فكل الدلائل اللي هم الله يهديهم تصوروها اني انا سارق السياره وقاعد احمل عليها غنم، يقول ويصير فيها سجن على حق التنفيذ. يقول وعود الطالب مطلوب وارسل ناس يطالبون الرجال ويتعذرون منه. وهذا يقول يا الله فكري، ما ادري الظاهر دفعوا لها مبلغ او شيء زي كذا. يقول يطلقون سراحي انا والعامل حقي. والحقيقه الدلائل اللي عندهم تثبت ان الحرامي هو رئيس راعي الغنم مو بهذا. يقول سبحان الله يا اخ عبد الله، ولا تاخذ 4 شهور أو 5 شهور الا يصير حادث على الولد ويتكسر، وابوه في حاله ما يعلم فيها الا الله. وجو يقولوا حللنا وبحنا، حنا والله ظلمناك لكن ما لنا مخلص الا هالطريقه. قلت لا والله في مخاليص كثيره، لكن الحمد لله على كل حال وحقكم وما جاكم والله يحللكم ويبيحكم. لكن اقول يا الله سبحانه وتعالى، كيف تاخذ تسرق الناس وتفتري عليها انهم هم اللي سارقينك؟ هذه مرحله ما بعدها مرحله. والله العظيم وين تقبل عملك؟ وين تقبل صلاتك؟ وين تقبل يعني حتى صحتك؟
أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. الله هذه الله. قصة المفتري يا أبو عبد الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. إذن ناخذ فاصل ونرجع لكم إن شاء الله، ونرجع لبقية برنامج.